انتهى اجتماع رئيس مجلس النواب علي عبد العال والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعني ببحث زيادة أسعار توريد قصب السكر ومحصول البنجر. وقال رئيس لجنة الوزارة والري بمجلس النواب هشام شعيني، قال إن الاجتماع كان بمثابة استكمال المفاوضات السابقة بشأن رفع سعر التوريد وبمثابة جلسة تفاوضية، وسيتم عرض نتائج هذه المفاوضات على المجموعة الاقتصادية، مؤكدا جدية الحكومة في رفع سعر التوريد والوقوف بجانب الفلاح.